بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا أخواننا، الموضوع الأشياء الملاحظة على المقررات دي كثيرة كثيرة جدا، وما بقدر أستوعبها، لكن بديكم ملاحظات بسيطة جدا إن شاء الله. الآن وعندنا محاضرة يوم الأحد، قدر يحضرها خلاص، ما قدر يحضرها إن شاء الله تلقاها في اليوتيوب عن الموضوع ده، ونوريك الحاصل في المقررات دي. ده كتاب التربية الإسلامية سنة سادسة. من الملاحظات اللي قدمها مجمع الفقه على الكتاب ده، إنه الكتاب ده اسمه بر التربية الإسلامية، وجوه كلامه عبارة عن أخلاق فقط. التربية الإسلامية دي ده اسم واسع، والإسلام واسع، بيشمل من العقيدة مرورا بالصلاة والزكاة إلى بقية الأحكام والشرائع، فيه الأخلاق وفيه الجهاد وفيه الحرب وفيه السلم وفيه الطلاق وفيه العتاق وفيه النكاح وفيه أحكام النساء، كله في الإسلام موجود. كيف تعمل كتاب بتاع انتقال بتاع مرحلة طلبة بينتقلوا من مرحلة الابتدائي إلى مرحلة المتوسطة، للمرحلة المتوسطة بينتقلوا بالكتاب ده كتاب النجم. طيب، عليه ملاحظات كثيرة جدا، منها ملاحظات عقدية، سوء في العقيدة، عديل العقيدة فاسدة هو هنا. الصلاة ملخبطة كلها، والله شفت الصلاة جوا هنا دي، لو أولادنا قرأوا بشكلها ده ما عندها أي علاقة مع الصلاة اللي نصليها هنا، كلها ملخبطة، وحقرأ لك منها شيء. اثنين، هذا المنهج من ناحية مهنية، أنا ده مجالي، مدرس لي 13 سنة كويس، وعملت فيه ماجستير في التدريس كويس، وبعد من رسالة الدكتوراه في الموضوع ده ذاته، وأعرف المناهج جيدا والحمد لله. من ناحية مهنية تتعلق بوضع منهج، أنا لو قلت قيمه ما بدي أكثر من 20%، سيبك من الأخطاء الدينية وكذا، بدي 20 فقط، ده ما منهج. أديك بس نموذج واحد ولكنه ده ما منهج. هنا جايبين صور الحفظ، ثلاثة صور، تخيل ده سنة سادسة، ثلاثة صور، ها؟ مع إنه في سنة أولى ابتدائي كانوا أولادنا بيحفظوا 30 صورة، الآن كم؟ ثلاثة. ولحد بالمناسبة الحفظ من أولى لحد سادسة بيحفظوا 16 صورة فقط، من أولى ليه سادسة بيحفظوا 16 صورة بس، رأيكم شنو؟ سنة أولى ابتدائي بيقروا 8 شهور بالقراية، احنا معلمين 8 شهور بتقرا، الطالب بيقرا 8 شهور، ال 8 شهور دي عنده الحفظ 7 صور، قل هو الله احد والفلق والناس وكذا، بمعدل في الشهر الطالب يحفظ كم؟ صورة واحدة، واحدة، يعني بيجي الأستاذ يوم يقول لهم قل هو الله أحد، الأستاذ يدرسهم كده، ثاني بكرة قل هو الله أحد، بعد بكرة قل هو الله أحد، شهر كامل الطلبة حيسموها قل هو الله أحد الأستاذ ذاته، صح ولا ما صح؟ ما ممكن. بعدين إذا 8 شهور بتدرسهم 7 صور، وين المنافسة؟ من ناحية تربوية بس، المنافسة وين؟ في منافسة هنا؟ في طالب حتغلبه؟ أنت عارف لو جئت طالب يعني عنده إعاقة بيلحق الجماعة، والله أقول لك شيء، ممكن تخلي ولدك قاعد في البيت لما الامتحانات تقرب بأسبوع تودي له، بيلحق ولا ما بيلحق؟ بيلحق، أسبوع واحد بيلحق، ده ما منهج. هنا في الثلاثة صور جايبين نحفظ، وبعدين جايبين ثلاثة صور للفهم، تخيل معاك وده قدامك، دي صورة فهم، صورة الطور هذه شايفينها، دي بداية الصورة هنا، صورة الطور دي الصفحة الأولى، أها ده هنا صورة الطور، انتهت مش كده؟ انتهت،
وينو الشري حقها؟ شايفين السطرين التحت ايه؟ السطرين التحت شايفين ايه؟ ده الشري. والله ده الشري. السطرين ونوريك الشرح بقرا لك هسه. ده شارح سورة الطور. الشرح قال يتقن التلاميذ تلاوة الصورة، اتلوها كويس. اتلوها، مش تلوها؟ قال يشرح المعلم لهم. يشرح المعلم لهم. بس. يشرح لهم شنو؟ تخيل معاي. أو المعلمة ما يرون، ما يرى المعلمة، ما يرون أنهم يطيقونه. من جملة معناها، انتهى الكلام. يعني الأستاذ يجي في المدرسة، تخيل ده منهج، ده منهج دراسي. يجي الأستاذ يقعد للطلاب يقول لهم هل تقدروا على شنو في سورة الطور دي؟ يقول لهم نقدر على أي حاجة. يقول لهم خليتكم. طيب أنت كوزارة ده سنة ستة بيكون في امتحان موحد، صح ولا ما صح؟ ده امتحان نجل بتنقله من مرحلة الابتدائي لمرحلة المتوسط، مش في امتحان موحد؟ هتمتحنهم كيف يا بابا؟ هتقدم شنو لهم؟ تقول لهم ما معنى الطور؟ هيقول لك الاستاذ ما ادانا ليها. لان هنا ما مكتوبه. هيقول لك ما ادانا ليها. وممكن تزعل تقول له ما معنى الطور؟ واحد يكتب لك الطور الجبل. واحد يكتب لك الواطن الفاضيه. واحد يكتب لك الطور معناه البحر. هتيجي تقول له غلط؟ ما حتقدر تقول له غلط لانه المعيار بتاع الغلط شنو؟ ما الاستاذ انت قلت لها اشرح لهم، انت اشرح لهم. احتمال الاستاذ بيرى انه الطور معناه الكلاكله. ما انت قلت لها اشرح للاستاذ. ده منهج يا اخواننا، ده منهج دراسي، ده ما منهج. المنهج يا اخي تعريفه اللغوي كده، لما تقول منهج معناه شنو؟ معناه طريق معروف واضح، طريق واضح المعالم. يقول لك ده منهجنا، منهجنا يعني شنو؟ يعني شارعنا الواضح المعالم، داسي واضح المعالم؟ ده ما منهج اطلاقا، ده ما منهج. اديكم ملاحظة أخيرة احتمال تكون. قال من عادات الجاهلية، جاب حديث نبوي عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي، أربع من أمر الجاهلية لا يترك، أو أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أول حاجة الحديث مكتوب غلط من ناحية لغوية، مكتوب شنو؟ غلط، لأنه الحديث قال أربع من أمتي، لا أربع في أمتي، في أربعة دي فيهم، فيهم قاعدة فيهم، مش من أمتي، مش أربع أنفار من الأمة، لا أربع خصال في الأمة، في أمتي من أمر الجاهلية لا تكونهن. الفخر مش في الأحساب، الفخر بالأحساب، بالأحساب ما فيه، ده شكل شيوعي الكتب الإمامي. والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. نجي لشرح الحديث، بس داري أديكم نقطة واحدة منه في التمارين تحت. يتكلم عن كده الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، بعدين جاء قال بما توجه، يعني في غلط دايرين الطالب يوجه الزول اللي بيعمل الغلط ده. قال بما توجه او بما توجهين من يكتب على بقالته، بيكتب على البقاله فوق حقته بقاله البطحان. ده قال غلط هذا والله. ما هو قال يعني فهمن للعرقيه والطعن في الانساب، كونه تقول انا بطحاني وانا محسي وانا رزيقي وانا ما تعرف دنقلاوي، قال دي شنو؟ ها؟ دي الجاهليه، دي الجاهليه؟ وده ما فاهم اي حاجه. دي ما الجاهليه ما كده. وما في حاجه اسمها الانتساب للقبيله جاهليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش سيد البشريه والحارب الجاهليه ذاته؟ قال انا افصح العرب بيد اني من قريش. ده جاهلي يا اخي. الانتساب للقبيله ما اسمه جاهليه يا اخوانا، الا انت تفتخر بقبيلتك على القبائل الثانيه.
تقول مثلا انا البطحاني وانا اخير منك انت الجعلي، ده كده شنو؟ ده كده حرام. كويس؟ لانه ربنا قال انا خلقناكم، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه؟ لتعارفوا. القبائل دي للتعريف، ما فيها اي مشكله. وحتى احنا عندنا من زمن الصحابه رضي الله عنهم يقول لك امهات المؤمنين، يقول لك مثلا ميمونه الهلاليه، وما تعرف سودة بنت زمعة الأسدية، وخديجة الأسدية، وزينب بنت جحش، كده عادي عادي النسبة دي. البخاري، البخاري ده شنو؟ يا أخي خليك من البخاري. القراي شنو القراي؟ اسمه القراي؟ اسمه عمر؟ ما اسمه القراي، القراي ده القراي. يقول أول حاجة في المنهج بتاع أنت تغير اسمك أنت، أول حاجة ما تقول ثاني القراي، لأنه دي جاهلية. عشان تعرفوا ده جحد. ها؟ قال نمرة اثنين، ودي أخطر من القبابة. لاحظ دي أخطر من القبابة. نمرة اثنين قال بما توجه أو توجهين من يكتب على بقالته المطعم الإسلامي. يعني غلط. غلط تكتب المطعم الإسلامي. يقروا أولادنا إنه غلط أنا أنتسب للإسلام، طيب أنتسب لمن أنا؟ ربنا قال هو سماكم المسلمين، انتسب ليش انا طيب؟ يا اخوانا ده كلامنا؟ يعني اقول فلان الانجليزي ولا الليفربولي ولا البرشلوني؟ اقول شنو يعني؟ قلت المطعم الاسلامي حرام؟ يا اخوانا نحن عشان في ناس باسم الاسلام لعبوا نخلي لهم الاسلام يعني؟ ما هو المشكلة كلها الناس بيقول لك يا أخي ما في ناس قبل كده لعبوا الكيزان، لعبوا باسم الدين، أي لعبوا احنا عارفين انهم قبال ما تعرفون انت. لكن هل معناها نخلي لهم الإسلام؟ نقنع منه نقول ما دام لعبوا بهم خلينا لكم. يا أخي معقول؟ لا ما بنخلي لهم الإسلام. ودي لخبطة كلها. مشى قال داري عرف، لاحظ العصبية. قال العصبية هي التمييز بين البشر، لاحظ بين البشر كلهم على أساس اللون والتفديل معه. كونك تميز بين الناس باللون، ده أحمر معناه كويس، وده أسود معناه كعب، ده حرام. متفقين ولا ما متفقين يا أخواني؟ متفقين. أو الانتماء القومي، كونك تقول أنا من بلد كده وداك من بلد كده، متفقين معك. أو العرقي برضو متفقين. قال أو العقيدي، متفقين معه؟ ها؟ كلهم واحد، قال البشر واحد وما تميز بيناتهم بالعقيدة. يعني مسلم بيعبد الله وكافر بيعبد ده صليب ولا بيعبد ده بقرة، إذا قال لك بيقول له في راسه واحد، قال لك ما تميز بيناتهم. ده ديها الثورة المرقولية. يقول لك مدنية، الناس زمان احنا قلنا لهم مدنية دي عندها معنى. زمان لما بيكوركوا اولادنا ما فاهمين، قالين مدنية معناها ما عسكرية، لا دي المدنية القصد منها. معناها علمانية لا دينية. دين ما في، دي اهل مدنية اللي بينادوا بها. اخر الكتاب بالمناسبة ختموا بكلام لجون قرن، ده كلام كثير جدا انا ما بقدر اقرا كل الملاحظات. كتاب التاريخ ختموا بكلام لجون قرن. مش في كلام لافي، في فيديو كده بيتهابل ماسك لي اسرى سودانيين ومنهم معانا، يقول لهم طبعا نحن الافريقانيه ما بتوحدنا لانه فينا ما فارقه، وما تعرف الاسلام ما بيوحدنا لانه فينا مسلمين، والعروبه ما بتوحدنا لانه في ناس ما عرب، لحد ما قال اللي بيوحدنا السودانويه. نحن بس سودانيين كلنا سوا، انت وجون قرن كده. ده يودينا انه نحن نرجع لجون قرن، دي التربيه الاسلاميه. انتوا فاهمين التربيه شو؟ الاسلاميه، انه نحن نرجع لمنو؟ لجون قرن. نرجع لجون قرن ثاني. ده كل الموضوع. المحاضره بتاعتنا بنكشف فيها الشغل ده كله، ونحن بندافع عن ديننا، ما عندنا شغله لا بكيزان، لا بمعارضه، لا ضد حكومه، لا دارين نمرك ثوره، ده كله ما شغلتنا، لكن والله تمس ديننا ما بنخليك. بس اعرف المعلومه، ما تهبش الدين، ما عندنا معك شغله.
امشي اتكلم عن اي شيء. ثوره مركت ثوره، طلعت ثاني جيت راجعين ثوره، قلبت الحكومه شلتوها، ما عندنا معكم شغله، لا دارين كرسي لا دارين منصب معاكم، لا عندنا معاكم شغله ولا سكن. بكره اديتونا لا تسليم مفتاح كله، ما دارينا، ما عندنا علاقه مع السياسه اطلاقا، لكن نجيف الموقف الشرعي الصحيح حتى لو ضد الحكومه والمعارضه. قبل اليوم الموقف ده ما كان بتاع موضوع الكورونا وما الكورونا، وكل دعاة الاخوان المسلمين قاموا قالوا لا ولا تغلقوا المساجد وبيوت الله. نحن طلعنا الفتوى الشرعيه في الموضوع ده، يتقفل الجامع لانه تجيب مرض، اذا كان بيبقى من اسباب انتشار المرض يتقفل المسجد لحد ما المرض يفوت الناس ترجع ثاني. ده الحق، لو وافق حكومه ولا وافق معارضه، ده الاسلام اللي بنعرفه نحن كده، ننصف بلدنا وننصف نفسنا ونقول الحق العديد. لكن تجي يا اخي تجيب لي السودانيين ناس مسلمين ورجال سائر، رجال سائر ناس رجال، تجيبوا لي ممحن سوداني ممحن كذي، والله نحن اصلا ما قاعدين نتمحن، نموت واقفين عليه حيلنا رجال كر، ما ممحنين. تخطنا في منهجنا نحن ممحنين، والاوروبي يجيب واقف كذا قاشر ومتفلهم، ونحن ممحنين ومبطحين في الواقع ميتين. وتجي تجيب لي الانتصارات الاوروبيه وتدس تاريخنا نحن المشرق. احنا قبل اليوم ما متنا في ديننا، اذكر ديل ماتوا كم؟ ما متنا احنا عشان ديننا ده، واقفين عليه حيلنا، دمر بكور واقفين عليه حيلنا، رجال عديد ده داير يطلع اولادنا عباره عن فتوات ما عندهم قيمه ولا غيره ولا رجاله ذاته. ده المنهج بتاعنا. الله المستعان، نتلاقى ان شاء الله في المحاضره.